عيد القيامة الكاثوليكي والأرثوذكسي سيحتفل بهما ابتداء من العام القادم جميع المسيحيين في الأرض المقدسة بتوحيد التقويم في السنة الليتورجية. وفي هذا العام احتفلت بعض الرعايا الكاثوليكية مع الأرثوذكسية سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية. إن قرار اعتماد التقويم اليولياني هو احتياج رعوي، لأن غالبية العائلات هنا مختلطة، ولذا يطالب الجميع بالاحتفال بالقيامة في يوم واحد وليس في موعدين مختلفين وبموجب تقويمين غير متفقين. هذا شيء معروف لأن الأسباب عائلية واجتماعية، ولكن هنا في الأرض المقدسة ولأسباب تاريخية وجغرافية أيضا تظهر الأمور في بعض الأحيان أكثر تعقيدا، ولكن على مستوى الدول قد نجد صعوبة في توحيد التقويمين اليولياني والغريغورياني. أما قضية الحوار المسكوني والحوار بين الأديان السماوية وغير السماوية، فقد تحدث عنها الكاردينال رافاسي مشيرا إلى القدس باعتبارها نقطة انطلاق محتملة للقاء مع غير التوحيديين في الشرق الأوسط، وهذا سيفتح الحوار معهم. فهل حان الوقت للقاءات مماثلة في الشرق؟ يجب أن نرى كيف سيتم تنفيذ ذلك، عن طريق الاستعداد الجيد والتحضيرات الكافية. واعتدنا هنا في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة في القدس عقد الاجتماعات والمؤتمرات حول أمور متنوعة، ويجب أن لا يكون هذا مؤتمرا أكاديميا فقط، بل يجب التفكير مليا في مواضيعه وطروحاته على مستوى المنطقة دينيا ودنيويا. وينبغي القول إن الإلحاد هنا غير موجود، بل يلعب العنصر الديني دورا هاما جدا في حياتنا الثقافية والاجتماعية وغيرها. ومن المؤكد أنه سيعالج بديناميكية مختلفة تماما قضايا لم تتطرق إليها الاجتماعات والمؤتمرات الأخرى، وقد يشكل هذا حافزا هاما للتقييم والتأمل واللقاء بيننا نحن المؤمنين. سألنا حارس الأراضي المقدسة وطلبنا منه تقييما للأوضاع في سوريا والأخبار التي تردنا عن أحوال فرانسيسكاني هناك. بصدق لا أرى حلولا سهلة وقريبة في سوريا، فالمجتمع الدولي لا يستطيع أن يسهم كثيرا في الوقت الراهن باستعادة الأمن إلى سوريا، ولذا أعتقد بوجوب إيجاد الحلول من داخل سوريا نفسها. أما المجتمع الدولي على مستوى دول G8 وG20 يمكنه المساعدة بممارسة الضغط بكافة الوسائل السلمية المتاحة للتوصل إلى حل مقبول على جميع الأطراف، ولكن الحلول يجب أن تأتي من داخل هذا البلد، وهذا ما لا أراه على المدى القصير. ثمة مخاوف كبيرة سائدة في المجتمع السوري، الوضع الاقتصادي متدهور وتتأثر به كل مرافق الحياة العامة هناك، ويواجه السوريون حالة من الضيق التي لا تبشر بتحسن وشيك لأوضاعهم.